الخير، اهلين يا بشوات، كيف حالكم؟ طيبين؟ هذا انكم دوب صح صحتوا مداومين اليوم ودراسة وعودا حميدا. المهم اخواني اخواتي اعزائي متابعيني مشاهديني من الوطن العربي الكبير، شدوا حيلكم، ما ينفعك الزمن هذا غير دراستك. نبى دكاترة، نبى دكتورات، نبى يوم يرسلونك والدينك ويتعبون عليك، اللي يوديه ابوه واللي يوديه امه واللي متجري لها للسواق، يبون فايدة، يبونك ترفع نفسك وتجيب معدل وتجيب نتيجة وترفع راس والدينك وترفع راس أهلك وتجي وتجيب شهادة ترفع الراس. كل إن يقول تعال نوظفك عندنا، ما تجيب لي شهادة ثم طحت، لا وش تسوي؟ وين يودونك؟ يعودون يصرفون عليك؟ انتبه من النقطة هذه إخواني، أهلي خواتي، شدوا حيلكم واجتهدوا. خلاص أنت رايح العمل اتقنه، حتى بعضها لو ما نكمل ملزوم به اقر، شوف استطلع، حاول تفهم المسألة، يعني صح صح ترمين ان شاء الله وانت متخرج 3 سنة 2 تلقى الثمرة يا ثمرة قلبي انت.